انطلقت بمدينة زوريخ فعاليات مهرجان الفيلم العربي في نسخته الثالثة، باعتباره جسرا يربط بين ضفتي المتوسط يعبر من خلاله رواد السينما العربية ليحطوا رحالهم بمدينة المال والأعمال زوريخ لعرض آخر إنتاجاتهم السينمائية خلال أيام المهرجان التي ستستمر إلى غاية 20 من الشهر الجاري. الفكرة المأخوذة، الفكرة النمطية المأخوذة عن العرب فكرة جدا غير صحيحة وسيئة، فكان الطريقة الوحيدة لإيصال صورة مختلفة عن المجتمع العربي هي عن طريق الصورة السينمائية. ففكرت أنه أن أسس مهرجان الفيلم العربي. بدأنا بشيء صغير اللي هو اسمه ليالي الفيلم العربية، والسبب كان أنه يعني مثل ما يقولون من البداية لازم تطلع السلم درجات، يعني حتى نعمل شيء هم يشرف العرب. احنا مانجاجي في هذا الفستيفال باش نوريو لا كولتور ماروكان لا كولتور عرب هنا في السويس، حتى لي الناس تشوفوا بزاف لي نيوز تي فواياجي وبابع نوبات ما كاينش بوسيبيليتي بور ان ايشانج pour montrer l'histoire ou tout ce qui c'est important pour informer les Arabes de notre culture, l'histoire, mais aussi les Suisses. فيلمين مغربيين تم اختيارهما للمشاركة في هذه الدورة. الفيلم الأول تم به افتتاح فعاليات المهرجان حمل اسم وداعا كارمن للمخرج محمد أمين بن عمراوي، رصد فيه الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي ميزت المغرب خلال فترة السبعينيات. والفيلم الثاني للمخرج محمد مفتكر تحت عنوان جوق العميين. أيوة عجبني هذا الفيلم، شفت الميساج دخل لي في قلبي ديالي، فيلم داز زوين، الناس كي مثلوا مزيانين، صافي الحمد لله فيلم داز مزيان وخير. الفيلم يحكي عن معاناة الطفل، اضطرت والدته إلى مغادرة أرض الوطن في اتجاه أوروبا من أجل ضمان لقمة العيش، واضطر الإبن إلى البقاء مع خاله الذي عمله معاملة سيئة. من حسن حظ الطفل بأنه كان في واحد محيط فيه عائلة إسبانية، حيث كان امرأة تعمل كعاملة في الشباك تبيع التذاكر، والأخ ديالها كان يعني يعرض الأفلام. الفيلم كانت عنده عدة رسائل، أولا كيجسد الواقع اللي كان الواقع السياسي والاجتماعي في المغرب في السبعينات، في 75 بالضبط. كان فيلم عنده رسالة سياسية، يعني كيتكلم على الواقع السياسي في المغرب في 75. المجتمع او البنيه الاجتماعيه في المغرب كي كانت كاين يعني واحد العنف كيطغى يعني في الواقع المغربي. يهدف المهرجان في دورته الثالثه الى دعم ثقافه الحوار والتواصل بين الشرق والغرب، والى تقديم صوره دقيقه للثقافه العربيه تختلف تماما عما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام الموجهه في غالب الاحيان. كما تشهد ليالي المهرجان ورشات عمل ونقاشات حول الاوضاع الراهنه في سوريا. عربي او المسلم عنده رساله في هذه الدول، في هذه الدنيا، وان العربي ليس ذلك الملثم الذي يقتل والذي يرفض الاخر، العربي هو الذي يقبل الاخر. ومن هنا رساله مهرجان الفيلم العربي الثالث هي رساله للشعوب الجميله، هذه الشعوب الغربيه المتسامحه، نقول لهم نحن كذلك متسامحون. ويعرض خلال هذه الدورة أكثر من 30 فيلما تعكس التنوع الثقافي في البلدان العربية، تتنوع بين الأفلام الروائية والطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية التي تعود إلى فترة الاستعمار. كما يشهد المهرجان عرض لبعض الأفلام التي تم تصويرها بعد ثورات الربيع العربي وأثرها على المجتمعات العربية. فتحت مدينة زوريخ ذراعها للسينما العربية بوجه عام والمغربية على وجه الخصوص من خلال احتضانها لمهرجان الفيلم العربي، باعتباره نافذة يطل من خلالها المجتمع السويسري عن الثقافة العربية، ومناسبة لتغيير الصورة النمطية والأحكام الجاهزة التي ترسخت في أذهان الغربيين عن شعوب ما وراء المتوسطي. الغالي محمد رشاجدة، زوريخ.